رجعنا لكم من جديد، وغالبا في قصص غصبا عن الواحد يوقف عندها، لان القصص هذه بتكون عباره في البدايه عن حلم، بس نشوف اصحابها يعرفوا كيف يغيروا من الحلم الى واقع. وطبعا اليوم ضيفتنا راح تكون من احد الاشخاص اللي كان عندها حلم وحققته للواقع وبمساعده اولادها وبناتها. طبعا ضيفتنا اليوم هي شريفه عسيري، اللي عملت نفسها واستفادت من بناتها واولادها في مشروعها حكايه مذاق، ونرحب فيها اكيد في استوديو. سيدتي يا هلا فيك استاذه شريفه. يا هلا هلا. بدايه بنعرف اولا ايش هي كانت قصه استاذه شريفه، وايش هي قصه حكايه مذاق؟ انا فتحت محل في البدايه، محل حق اسر منتجه. بعدين غيرت المجال، يعني شوي ظروف يعني، فغيرته، حطيت معمل، فتحت لي معمل، سويت تطوير يعني لمشروعي، فتحت المعمل الخاص فيني في بيتي، وبدأت أنتج يعني للمحل حقي من إنتاجيتي أنا من البيت. حلو. وكمان تعلمتي كيف تعلمتي ان انت تسوي هذه الموالح والحلويات؟ احنا بنتكلم اليوم على موالح وحلويات، مو بس حتى حلويات او بس موالح. مين علمك؟ انا بداية امي الله يرحمها كانت يعني معايا اول ما تزوجت، وهي معايا واسالها يعني عن الاشياء، وكانت ماشية معي في البداية. بعد كذا تعلمت من جيراني، تعلمت من الكتب، تعلمت كمان من النت، افتح الانترنت شوية شوية يعني مع تطورات الوسائل والانترنت، وكمان في الانستغرام، السنابات، هذه كلها أشياء تساعد أكيد كلها طبعا. أيوة. بس أستاذة شريفة اليوم نبي نتكلم إيش الأشياء اللي بتقدميها من الموالح أو الحلويات؟ أنا أسوي المعجنات بجميع أنواعها، وكمان سندوتشات برضو بجميع أنواعها. الموالح الحلويات أسوي اللوتس، الروكي رود، أعمل كمان جميع أنواع الحلويات من بسبوسة، كيكات. طب حلو. بس اليوم أنت بتتكلمي على حلويات دائما يعني موجودة بنلاقيها برا، بس دائما يعني إحنا نحب الأشياء المصنوعة في البيت. ليش تتوقع إحنا كأشخاص دائما يكون علينا حماسة أكثر على الأشياء المصنوعة في البيت؟ لانه عاده اللي بتكون في البيت، انا اسوي الشيء المنتج اللي انا اسويه كاني اسوي لاولادي ولبيتي، يعني اخذ اجود المنتجات المستهلكه الاستهلاكيه هذه، اخذ اجود الانواع من شوكولاتات، من لوتس، من اشياء، يعني ما اخذ الاشياء التقليديه. كمان في النظافه برضو وطريقه العرض، هذه كلها تفرق اكيد. طيب اليوم ايش الزبائن بتشوفي بتلاحظ انه بيحبوا اكثر؟ في اصناف معينه بتكون مطلوبه عليها الطلب اكثر من اصناف ولا لا؟ عندي انا ايوه، في المعجنات بجميع انواعها، يعني الحمد لله عليها طلب كثير، كمان حتى السندوتشات فيه. واكثر شيء عندي في الحلا، عندي منتجين اللي عليها الاكثر الطلب، اللي هي الروكي رود وكرات اللوتس والسينيبون. حلو حلو، هذه من الاشياء اللي موجوده حاليا عندنا. السينبون في كره اللوتس وفي الروكي روت. جميل جدا. بس يعني ليه تتوقع احنا من الاشخاص اللي يعني حتى نفضل احنا في البيت صراحه بنفضل اللي هي المعجنات اكثر من الاكل العادي؟ فبس اكيد هذه في اشياء انه جاتك في يوم من الايام في بداياتك استاذه شريفه، اكيد في احد جاء يمكن قال لك انتقاد بناء او غير بناء، فهل تستقبلي كنت هذه الانتقادات؟ هل تتوقع ان هذه الاشياء كانت بتساعدك، هذه الاشياء لا بتحس تحطمك؟ انت شايفه في الموضوع؟ طبعا هي ضروري انه يكون في انتقادات، لانها تعطي قوه للوحده. يعني انا مثلا لما يجيني انتقاد من وحده، انا اتفادى هذا الشيء لما يكون في حاجه غلط او شيء، او نصيحه بعض اكثر ما يجيني نصائح، يعني انه في ممكن في طريقه العرض، ممكن في الشكل، شكل المعجنات وكذا، فانا اخذ كل الانتقادات بعين الاعتبار. حلو. وهذه الاشياء ما تاثر عليك سلبيا؟ لا ابدا، تعطيني قوه واصرار اكثر. حلو. بس اليوم استاذه شريفه بتشوفي كثير مشاريع بنفس طريقه المشروع، او يمكن بطريقه انه يصير عندهم حل، يعني على قولتهم حساب تبيع فيه حلويات او حساب تبيع فيه معجنات، ايش تتوقع الاشياء اللي تميزك اليوم؟ انا اتميز في منتجاتي اولا، يعني لها طعم ثاني، يعني انا اتحدى فيها اي احد، يعني تعجبني الثقة. من ناحيه لا فعلا اكيد اكيد حنجرب احنا في النهايه بعد الفقره،
واكيد انا متاكده اصلا من الريحه من دحين صراحه متحمسين عليها. بس اليوم هل تتوقع انه انت تحتاجوا يمكن كانه انت بتقوم عمل منزلي، هل تتوقع انه في مظله تحتاجوا تدعمكم جميعا تحطكم في تحت سقف واحد عشان هذا الشيء يساعدكم؟ يا ليت، احنا والله نتمنى هذا الشيء. وانا عرضت هذه الفكره برضو على في برنامج التابع للأسر المنتجة اللي في الغرفة التجارية، إنه إحنا لازم نكون يعني إنه يكون في لنا لازم يحتضنونا. ففي برنامج في الغرفة التجارية لكن لسه في بداية، فهم يحتضنون السيدات من بيوتهم بس. صحيح. التاجرات، لكن كمحلات قائمة ومنشآت لحد الان لسه يعني ما التفتوا لهذا لا الشيء. باذن الله ان شاء الله بعد هذه الحلقه يكون في التفاته اكبر لهذا الموضوع. بس اليوم ابغى اعرف منك استاذه شريفه، كيف خليتي اولادك يساعدوك في هذا الموضوع؟ بناتك واولادك كيف دخلتيهم في مشروعك؟ انا عندي بنتي الكبيره ما شاء الله عليها، يعني هي طموحه جدا يعني، فهي اللي اعطتني الفكره من البدايه، فكره انه انا اسوي يعني محل حب اسر منتجه، وكان يعني دعم من اولادي برضو دعموني كلهم. عندي هي ماسكة الأمور المالية كمان، يعني تتابع هي ما شاء الله عليها، وعندها فكر يعني فكرها حلو وطريقة عرضها حلوة، فكانت مساعدتني. ولدي الثاني هو ماسك المحل كاشير والمسؤول مدير عام يعني على المحل كامل، وولدي الثاني كمان توصيل طلبات، وبنتي الصغيرة ماسكة السوشيال ميديا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أنت مضبطة الوضع بطريقة كاملة ما شاء الله. الحمد لله. يعني ما تحتاجي أصلا أساسا يعني على كذا أقول لهم دعم، يعني أنت عندك الدعم. أي الحمد الدعم لله. كله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بس الحمد. أكيد غير أنه الدعم من العائلة، أكيد في يوم من الأيام أستاذة شريفة قبل ما تطلع كان في دعم أو أحد يعني ساعدك أنك تبدأ تطلعي أو تقوم بهذا المشروع، لمين توجهي كلمة الشكر؟ أنا أولاً أشكر زوجي وأشكر أولادي، يعني وقفوا معايا كثير، وصديقاتي كمان يعني هم اللي شجعوني، فكانوا دائماً يقولوا لي ما شاء الله يعني نفسك حلو في الأكل، فلازم أنك أنت تستغلين هذه الميزة. كمان أشكر جمعية ماجد للتنمية، هم وقفوا معايا كمان في برنامج انطلق، انا قدمت عليهم واعطوني دعم يعني مادي، وفي كمان دعم لوجستي منهم يعني. حلو حلو. بس اليوم كنت في يوم من الايام من الاسره المنتجه وغيرتي وصرتي صاحبه مشروع خاص ومستقل، ايش كان الفرق بين الموضوعين؟ هو برنامج الأسرة المنتجه حلو، وكان يعني التعامل مع التاجرات تعامل يعني رائع صراحة، وكانوا في ما شاء الله نخبة من السيدات يسوون يعني أكل وكذا، فحلو التعامل معهم. بس المكان كان بعيد عني، غير كذا أنه أحيانا يكون في تساهل من التاجرات بحكم أن أنا أجر رفوف، فالرف بعض الأحيان يكون فاضي، فلازم أنه أنا أغطي النقص هذا، يعني يكون لهم ظروف خاصة يعني. ففكرت فيها بدل ما انا يعني عاده انا دائما اللي اغطي النقص، فحبيت اني اطور من نفسي ويكون لي خصوصيه يعني واستقلاليه. فعلا. بس اليوم نتكلم انه انسانه في يوم من الايام تسمعك حاليا واكتشفت اليوم انه هي عندها مشروع او بتفكر تقوم في مشروع، ونقدر نقول كلامك يمكن الهمها، ايش تحسي اكثر شيء ساعد الواحد لو في يوم من الايام كان عندها حلم تبي تنفذه للواقع؟ والله هو المحيط اللي حواليها هو اللي يشجعها على هذا الشيء، لأنه لما يكون محيطها إيجابي ويشجعونها عموما كل الأمور أنا أحس أنها راح تتسهل بإذن الله. أستاذة شريفة عسيري صاحبة مشروع حكاية مذاق، شكرا لك ونتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق. أكيد الله يحفظك إن شاء الله. شكرا، وأنا سعيدة فيكم كثير. وإحنا أسعد فيك أكيد. ومشاهدينا بعد هذه الفقرة خلونا نطلع لفاصل قصير ونستكمل من بعده بقية فقراتنا لهذا اليوم، فخليكم معنا.